كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أهلا وسهلا متتبعي موقع كاب 24 تي في. المعروف على أن حساب اليوتيوب أصبح الآن يعج بالعديد من المواضيع، العديد من يعني المحاور المختلفة في جميع الجوانب، سواء منها رياضية أو تثقيفية، بل حتى التي تدخل في إطار السب والشتم واستغلال اليوتيوب لأشياء وأغراض عدائية أخرى في إطار تصفية الحسابات. هنا في المغرب يعني أيضا لا يخلو من هذه العملية، ولكن اكتشفنا على أنه فعلا عندنا جوانب اللي هي غير لا نرضى بها، وفي نفس الوقت كنا جوانب اللي نرضى بها. فهنا غادي ناخذ نموذج ديال واحد الشاب اللي سميته اسماعيل شو، طور نفسه في هذا الاتجاه، هذا ما بين جانب الغنائي، ما بين جانب الفيلم القصير والجانب الدرامي، ايضا كاميرا خفيه، اثار انتباهنا وبغينا نديروا معاه واحد الحوار في هذا الاتجاه. شكرا. الموهبه ديالي هي موهبه الغناء، وكانت من شحال هذه انا عندي الاراده باش نفتح قناه في يوتيوب، وكنت نتسنى الوقت الفرصه، مع كانت عندي شويه خدمه والعمل وداكشي ما كانش يسمح ليا. دابا الحمد لله اللهم لك الحمد انا تفرغت ليها ودرت قناه في يوتيوب. بالي ديما معاك كل يوم يتمنى اللي بلاني ما بلاك كنت بلاي نادي يا ربي العالي المنان تمنيت حجة وزيارة مقام النبي العدنان نمشي بهمة وبشارة نصلي. أنا لقيت راحتي في هذا المحتوى اللي خدام فيه الأفلام، مقاليب، تجارب اجتماعية، ميكرو تروتوار مع الناس، حيت لقيته محتوى زواون وشي حاجة غادي تحسن بالصورة ديالي في المستقبل إن شاء الله. وغادي نخليكم مع بعض النماذج. صافي يلاه سير الله يعاونك. كيفاش سير الله يعاونك؟ وصافي ياك سير الله يعاونك. واش مريض؟ مريض يلاه. ما غنمشي يلا حتى ترجع ليا بعدا لي زياتي وعاد نمشي بحالي يلا. ولا غندير معاك دابا شي حاجه اللي ما تعجبكش. انا ما عطيتهمش لك انا بحال هكا، وجدت اصلا تقيس ليا كاع تليفوني. واش مريض؟ تيعجبني الحال. ما كيفاش كيعجبك الحال؟ اخويا صافي سالينا دابا يلا. شتو شويه من الغناء وشتو شويه من الراب وشتو شويه من الدراما ومن التجارب الاجتماعيه والمقالب. انا تنحاول نوع النماذج باش نعرف راسي فين نخدم، واش نخدم في المقاليب ولا في التجارب الاجتماعيه ولا في هذه الاشياء اخرى. والحمد لله لقيت اي حاجه تنديرها تنلقى الناس تتلقى الاقبال عليهم، والحمد لله راني غادي مزيان. وبالنسبه للمستقبل ان شاء الله تنحاول اننا نطور من محتوى، وعندي في فيلم قريب ان شاء الله نحطه سميتو فاقد الامل بارتي الثاني ان شاء الله، وكنحاول انني نطور من المستوى القناه وتكون ان شاء الله من الناس اللي يطلعوا للطوندونس ان شاء الله، ويكونوا ديما في الطوندونس. الناس اليوتيوبر تنصحهم ما يتغروش بالعدد المشاهدين المره الاولى، وما يقلبوش على لي بوز بشي طريقه اللي هي سلبيه، بحال هذيك المدبزات اللي توقعوا في يوتيوب وديك المسائل المخله للادب والكلام الفاحش وديك الشيء. داك الشيء راه قدر يخدم معك في المره الاولى، ولكن بعد هذا الشيء راه قدر يحطمك. ولي متابعه قناه اسماعيل شو خليكم مع هاد الليان اللي تحطينا في الشاشه ان شاء الله، وكنشكركم على المتابعه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.